سجلت مملكة البحرين انخفاضاً طفيفاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 852 حالة قائمة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 8049 حالة، منها 20 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وست حالات في وحدة العناية القصوى. هذا وقد تم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 984 حالة إضافية.